اتفضل يا كابتن ناجي. ابويا جالي في المنام، طبطب عليا وقال لي نام، نومك بقى صعيب قوي، عمال تلف وتتلوي وصحتك ما هيش تمام. ابويا جالي في المنام وقال لي ايه قلق منامك، حد افتكرته امين وخانك؟ وفي حاجات ما حسبتهاش، حسيت بعمرك ضاع بلاش، الناس ما بقتش طيبة، شايف عينيك متعذبة، عارف مالكش في الحرام. أبويا جالي في المنام ما بقتش عارف أقول له إيه، أنا كنت بتسند عليه، ما أنا لو حصل لي مشكلة أو أي حاجة مكعبلة كنت بحس معاه بسلام. أبويا جالي في المنام قال لي تعبينك عيالك؟ عيان ما تقول لي إيه جرالك، مش عاجبني صحتك، سنين ما شفتش ضحكتك، لسه هقول له أنا تمام مرتاح قوي مفيش كلام، عارف إن أنا بكذب عليه؟ قال لي سلام وبسرعة قام. ايه الجمال ده؟ كابتن ناجي انت، انا برضو ما جاوبتنيش، انت اللي يعني بتبقى قاعد بيجيلك لحظات تجلي بتقعد تكتب الكلام ده ولا ايه؟ الشعر ده بقى حاجة هدية من ربنا سبحانه وتعالى. اه لأن أنا ماليش في أي حاجة، يعني يعني يا بكتب يا بدرب. ف دي قعدة القهوة. ما قعدة القهوة دي مش يعني بقيت دلوقتي كمان بتقلل. ما بقدرش أسهر كتير، هما متضايقين مني كلهم. لا والله. والله. لأن بقوم بدري وبروح بدري و... فالكتابة دي من وأنا في ابتدائي. بتكتب. عارف الموقف اللي أنا كتبت فيه أول مرة؟ لا. فعندنا مسرحية كانت في زمان فرقة مسرح وفي المدرسة في المدارس كفر الدوار. فالمدرس قال لي بتوع سنة ستة في موقف كده في المسرحية تكتبوا عليه. فأنا كنت قاعد، أنا كنت في سنة تالتة أو رابعة حاجة كده، بتوع سنة ستة جامدين ومحدش يقدر يخش في وسطيهم. فرحت كاتب ورحت اديتها للمدرس، كلت علقة على أساس إن أنا يعني كذاب ومش أنا اللي كاتب، ده أبويا اللي أبوك اللي كاتب لك. فعيطت وما عيطش، والله أنا اللي كاتب. فقال لي اقعد اكتب هنا قدامي حاجة تانية. فرحت كاتب حاجة تانية، خدها هي عملها وجاب لي بقى عسلية وجاب لي صالحك. فدايما بيبقى حاجة كده تجلي لحظات، بتبقى موقف، بتبقى حاجة وبتقعد هي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام.